ام دو راديو ميد باش تعدي معنا الصبحيه. اليوم ضيفتي توحشتها برشا، خليت علينا بلاصه في الحجر الصحي اللي تعدى في الكونفينمون هذيا. ضيفتي اليوم مدام اسمهين التراري، ستيليست موديليست معروفه برشا في حمامات، معروفه ديجا في تونس الكل تويكا ولات تبارك الله عليها، وهي زاده صاحبه مؤسسه كلان. بونجور. بونجور، شنو حوالك؟ سافا والله، خليت علينا بلاصه. سيستا منورتنا هوني في الاستوديو. عيشك، نطلكم مبروك. عيشك ان شاء الله نكون ضيفه خفيفه على مستمعات مستمعين. احنا راديو مميز. راديو وان شاء الله نكون ضيفه خفيفه عليكم. عيشك، مرحبا بكم. توكا مدام اسمهين، بارك الله فيك. الكونفينمون واجواء الكونفينمون والايامات اللي تعداونا وحنا محصورين، كيفاش تستغلهم، كيفاش استغليتهم؟ مش كيما نظرتنا احنا، مش كيما نظره الباتيسي، كيما نظره الستيليست، كيما نظره الطبيب، كيما نظره النجار، كل واحد كيفاش استغل الكونفينمون نتاعو. باش تحكي لي انت كيفاش استغليت الوقت نتاع الحجر الصحي. والله في الاول جاتنا حاجه صعيبه شويه صراحه، ماهيش حاجه سهله. اما الحمد لله يا ربي كنا نعاونوا واحنا مع بلدان اخرى، نشوفوا العالم الكل كيفاه. احنا الحمد لله جاتنا باللطف والحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. البلاد الطيبه هذه وبلاد الصحابه الحمد لله يا ربي، الحمد لله. ما عندناش اضرار كثيره، ما عندناش موتى كبار، معناتها الحمد لله بعدد كبير، الحمد لله. الحمد لله يا ربي تقبلنا كيما الناس الكل الحمد لله، وحاولت نخرج على الاقل من الحجر الصحي هذا بحاجه مفيده. حاجه مفيده به، كيفاش عملت؟ تحكي لي. انا قبل الكورونا كنت محضره الكوليكسيون تاعي باش نخرج بها للصيف ان شاء الله. ان شاء الله اللي هي بتاع الاعراس والمناسبات وكل شيء. الوقت اللي جات الكورونا تقلبت المعايير الكل بطبيعه. حاولت نبدل الحاجات، معناتها حاولت نخرج بدي موديل خصيصا تاع دار باش نحاول نساهم حتى انا مع كيما ساهموا برشا فعالي في المجتمع يعطيك الصحه، باش نحاول نعاون ما باش تقعد مده طويله في الدار وميم طون تقعد وتبدا اليغونت ومحليها وجميله وتبدا معناتها ملكه في مملكتها. نفس حاجه مزيانه نورمالمون في الدار اي يعطيك الصحه وجهه سهله معناتها باش تقعد مده طويله في الدار وميم طون باسوام معقوله. تري بيان. دونك وقت بديت تعمل في لي كرياسيون نتاعك نتاع دي موديل بور فام يقعدوا بهم في الدار وميم طون تبدا هكا مزيانه اللبسه، خاطر واحد كيما نقولوا احنا في المراه اي مراه معناها في الدنيا هذه تقول لك كي نقعد في الدار ونبدا لهي بروحي نبدا نفسيتي مرتاحه مش كيما نبدا قاعده في الدار ومهمله روحي تفد وتقلق سيرتو ما تبارك الله تونسيه اليغونت وديما روحها مزيانه في الدار ولا في الشارع. دونك قلنا هنا بديت تعمل في الكوليكسيون تاعك نتاع النساء اللي باش يقعدوا في الدار. كيفاش منين استوحيت الافكار نتاعك؟ كيفاش عملت؟ والله لقيت روحي انا بيدي كي نقعد مده طويله في الدار لازمنا حاجه كونفورتابل. اول حاجه هي الكونفورتابل. كل ما قاعد بحذاها في الدار ماهيش وحدها، مش كيما كنا قبل. صحيح. رجال الكل شدوا الديار معنا، انت لازمنا نكونوا ديما مزيانين وديما ندوروا معناتها حتى نجيبوا حتى السرور والفرحه لذوك الوليدات ورجالنا، معناتها لازمنا نكونوا حلوين في عينيهم معناتها. مش مين في الدوش عاوت لي كان راجل يخير يمشي للقهوه يولي يخير يقعد في الدار. هما ما عند ربي في الدين ويزيد يلقاو المراه مش حاطه الحطه في الدار. دونك مشكله. بون بما ان خدمتي الحمد لله معناتها نجم نكري حتى في داري وكل شيء، حاولت معناتها بالامكانيات الموجوده اللي عندي حاولت معناتها خديت دي كوموند ديجا من عند النساء وتفاجات ياسر برشا نساء كوموندوا لي حاجات اللي نجموا يحوضوا بهم الفتره هذيا. تخي بيان. معناتها رجعنا الاصل رجعنا معناتها لجدودنا ومعناتها امهاتنا قبل كانت المراه تخش ياسر معناتها من الدار، كانت تعدي او اكثر الاوقات تعدي في الدار. في الدار معناتها الوقت اللي ولات المراه قاعده في الدار ولات رجعت حياه معناتها التقاليد هذيك، ولات تلبس حتى يقفاط جبايب في الدار، ولات معناتها تهتم بروحها اكثر في الدار. ممكن قبل كانت تخدم ما كانش عندها وقت باش تعمل الشيء هذايا. صحيح. دونك خذيت لي كوموند دونك اون لين نورمالمون، هوني ما فماش كونتاكت مع الكليون كل شيء اون لين صار. نحضر لها ومن بعد قاعده نحضر حاجات اخرين ان شاء الله كي ترجع الخدمه كيما الناس الكل ان شاء الله نكمل لهم لي كوموند. معناها الكوليكسيون بلوتو اللي انت ديجا حضرت هذيك خبيتها لنا للصيف عاد. بالطبيعه. فوالا هذيك هذيك ان شاء الله يا ربي ترجع الدنيا مريقله ونشوف ونتفرج والناس الكل تستمتع. انا عندي انا متعه باش نتفرج في حاجات التريزه والتراديسيونيل متعه عندي انا نشيخ وانا نتفرج فيهم. باهي دونك كيما قلنا خذيت لي كوموند خدمت اون ليني وصلوا لي كوموند لما اليوم. كيفاش كانوا ردة الفعل نتاعهم؟ كل واحد توصل له الكوموند نتاعهم فرحانين بيهم على الاخر وديجا تصوروا فيهم فرحانين بيهم على الاخر معناتها تري بيان.
وعاونتهم حتى باش يقعدوا فرحانين في ديارهم ما يقعدوش تريست باه دونك النوفيل كوليكسيون ان شاء الله الصيف هذيك ان شاء الله بقدره ربي ترجع لنا الامور مليقله ولا الدار لقينا لها حاجات هكا مزيانين تقعد بهم المراه في الدار نحب نرجع بك شويه مدام اسماعيل خاطر انت ما شرفتنيش بحضورك لهنا بعد ما روحت من ايطاليا إذا كل صار قبل الكونفينمون حبيت ناخذ هكا لمحه على المعرض نتاع ايطاليا كيفاش كانوا ردة فعل الناس اللي حضروا غديكا في المعرض كيفاش انت معناها كانت لامبريسيون نتاعك على المعرض هذايا صافا باهي بالقدر الحمد لله معناتها عزيز كوليكسيون حلوه ياسر وخدمت فيها حاجات خصيصه ليزيطاليان يحبوا ياسر حتى هما لبستنا ويحبوا حتى هما حاجات تراديسيونيل بتاعنا ياسر عجبهم ياسر وفرحوا بها برشا وكانت تعدى الحمد لله معرض ياسر باهي وناجح وان شاء الله نتمنى نعاود نرجع في اوضاع خير من هكا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ديجا كان عندي معرض الايام هذيا ما الله غالبك هو كان الناس كل واقفه هذه الظروف يتعدى بها العالم الكل حبيت نسالك حبيت هكا ما ننجمش عادي انا ما كتعرفني كي تبدا نسال هكا ونبتبت على النوفيل كوليكسيون والنوفيل كوليكسيون النوفيل كوليكسيون اللي باش تخرج ان شاء الله في الصيف ان شاء الله بقدره ربي على شنو ركزت فيها؟ من كوتي لي كولور كوتي التريزا كوتي القماش اكثر حاجه ركزت عليها حاجه كونفورتابل على خاطر الماء باش تولي تقعد اطول هذه معناها هذه هذه من اللي نتاع الدار يعطيك الصحه والاخرين بالنسبه للتقارير معناتها تاع الوزاره معناتها تاع منظمه الصحه العالميه وشي حالت بلي باش نقعدوا مده طويله شويه معناتها مش باش بلي لو نهار باش تخرجوا للعراس والمناسبات وكل شيء معناتها الماء باش تولي تقعد اطول اوقات في الدار الكوليكسيون تاع المناسبات ديجا حضرتها نركز على الحاجات الكونفورتابل بما ان جانا الشهر الفضيل هذا يحضر حاجات رمضان وسهريات رمضان وكل شيء وتو حاضر نركز باش نحضر حاجات للصيف ان شاء الله هما دايوغ الناس كل نسي كل في رمضان ماذا بها حتى بعد شقا فتره باش حاجه تراديسيونيل الناس الكل يلبسوا التقليدي في الدار اما تو الامور زادت معناتها ولات ليل ونهار مازالوا طبيك الناس قاعدين ياخذوا في لبسات للدار معناها حتى الوقت ياخذوا اي تخي بيان يمونديو حاجات دونك توي كان نورمالمون انت باش تبدل شويه في الكاليتي نتاع قماشات خاطر الدنيا بدات تسخن باش تسخن الدنيا شويه حاجه معناتها بارده حلوه خفيفه واهم حاجه عندي هي تكون مرتاحه في الدار واللي المرأة تنجم تلبسها في اي وقت دونك انت مدام اسماعيل نورمالمون باش تكون من الناس اللي باش يحلوا لونس ان شاء الله ان شاء الله دونك احكي لهم شويه في لوفرتيو شنو باش يلقاو في البوتيك نتاعك شنو ما الحاجات الديسبونيبل باش هاكا اللي معمل باش يمشي يشري حاجه ولا اللي معمل على قفطان مزيان ولا اللي معمل على جبه ولا اللي معمل على لبس الدار يبدا عارف روحه على شنو قادم ونورمالمون انت بعد الغصره اللي تعدينا بين نورمالمون راك عملت موديفيكاسيون في اسويمك شويه هكا طراعي شويه علاش قلت لك انا الكوليكسيون قبل الكورونا مش هي بعد الكورونا الاسباب قبل الكورونا مش هي بعد شفعت فيكم الكورونا شفعت فيكم حتى الاقتصاد بعد الكورونا ماهوش هو واحد بيان سور معناتها باش نراعي ظروف الناس الكل وظروفنا احنا زاده وحضرت علاش قلت لك انا حضرت كوليكسيون سبيسيال معناتها اللي ما في معناتها خدمت فيها بمجهودي انا بعملي انا وباسوا معقوله على الاخر اللي ما شافوهاش عندي قبل برشا كليونات معناتها اسوم ياسر تعجبهم على الاخر وحاجات كيما قلت لك انا اللي نجموا يلبسوها في الدار ويبداو فرحانين بها وديجا حاجات حاجات كونفورتابل وبراتيك كونفورتابل وبراتيك فوالا باه ان لو 11 اللي باش يجي ومازال ما يعرفش مدام اسماهين ستيليست موديليست الموجوده نورمالمون في حمامات وين بالضبط في حمامات؟ في شارع التحرير سوسيتي كانا شارع التحرير مقابل مغازل الانوار تليفون 98 53 566 انستغرام فيسبوك كانا الانستغرام كانا حمامات تري بيان ميرسي بوكو مدام اسمهين يعطيك الصحه ويسعد ياسر اللي انا معاكم وان شاء الله يا ربي ينحي علينا هذا الازمه ويفرج علينا يا ربي ويفعل لنا هذا الوباء وهذا ان شاء الله امين يا ربي احنا زاده فرحانين اللي عاودنا شفناك بخير وان شاء الله يا ربي نقعدوا الناس كل بخير ونخرجوا من الازمه هذه العشرة و55 دقيقه كانت معنا مدام اسمهين تراري نخرجوا موزيكا ونرجعوا لكم شويه خير